وألا يزيد ويزك زيادة فيها فاتحة حرفا حرف حرف كاسو يبدل به وكبريو وكتشبيو معناها معنيه فاتحة وأي والي إنه حريريوي بين كلماتها إريضة يكلمات كفاتحة إنه حريريوي وأن يرتبها إنه أكل هرمريوي على نظمها المعروف قاب كذا أو النظام كذا اللي يقانه أويا لا أما سيدا أقران تاي فاتح هذا أطالو سيدا إنا أكره المرسيد ويا الشروط هذا ونصام الرسفينة النجاة وكسام الرك الثالث قيب تصدح هذه هل قم حكسو نبي لابا قيبوت مركو كسو بحي أركانتي أو أه سقال إيو طبان ركني مركو صو شاقي أيوحو كه الله مسارا سقال إيو طبان كاسي ركني مدول با أما قيبها أي كو تعلقان صدح قيبوت مركو قيبية سقال إيو طبان كاركني أي كو كيمانيان مد كيمانس قلبك ركن كيمان يا قلبك أن يده يشر ركن أو كيمان يا هذا الكي أفكا الثالث مد كسد حدنا هل كوكا هل يمر الفعلية وأركان تقيبت فعلية لو يقان فعل كذا أتكسر ما ينسيد وهي تاسي 13 صدح يا طبعا حبوي مركز صدح يا طبعا كان يا حبدي أن يده يشنتي أول كسكدر صدح يا طبعا لو قدري لح سقال يا طبعا كسيدا سكسبحية الأول كنا القيام واستاجي أسوق الفعل بتكسر ما ينس هذا المهن والركوع الركوع ده أيضا هو فعل يوضمانينته يحصل كذا يولي اعتدال اعتدالكو يوضمانينته يحصل كذا ايضا انت ايوه فعل يوه السجود الاول السجود هوري يوضمانينته يحصل كذا يوه الجلوس فدق بعد وقدم بي سجود كوبات الا بس سجود دحيه يوضمانينته يحصل كذا لو حصل لو قد غيو يوه السجود الثاني سجود اللبات يوضمانينته يحصل كذا وواحد بيري مد استوحي يماذا واركانتا فعل كمدا بعد آخر رقعة رقعة الصلاة تكونيس رقعة وقدم بيسا آخر كذا أيو دعا ركني فعلية صدح قولي حقا نقصه مرة وهو الجلوس الأخير وفرق وقدم بيسا لا دلوغة بحو سوى فعلي وواحد مننا يشو حكا إماريا أما كدا لانيا من فعل هذه الأركان أركانتا ينو سو شاقني سميس كلا السمين يو اللغو عمل فريو أيو كا إماريا سو من مدح بنان ماهن لكن أركانتا ينو سو تلماني أيو كا إماريا وكدا لانيا مركي لا سمين في موضعها ركني والبا ميشي سمركي لغو سمين يو سيدا فاتحة دا ميشي دا ركوع دا ميشي دا وهو كاسنا الترتيب سو كلا هر مرسيكا ينو سو مرني وشرط الأركان أركانتا الفعلية فعلك شرديه دو وحا وي شروطه دو صحه ما قبلها وحا كهوري انه اصح صحيح يحي وي وانصحمه ومن الاركان اركانتا وحو جيده اركانتا فعلي غاين سو مرني 13 كا marka ay saxiixa yihiin wa marka rukniga kahoriy ayaga uu saxiixa yahay kiyoro ku xiraya macna way ujeeda ahaan mithal ahaan waxa way salaada waxa kamida rukuuc ba kamida rukuucdaasna waa rukni ركنيغاسنا وفعل كالغا سميا اي هذا الانيتون كمي ماضو اذن سجود اي الركوع دا كي هرية ركوع دا هرية سي سجود صحيح كن نقطو وان اي الركوع دا صحيح سو نقطو اذن سجود دا مركا اي صحيح نقونيس ومركا اي الركوع دا صحيح تاي ساسو جي دا وشرط الاركان الفعلية صحة ما قبلها من الاركان وألا يقصد وين سوء قصد بها أركان تاني غيرها يدا وحنا هم ونسوء القصدين ركني ركني هان وأنا أول قصد ده وشيت كذا وياي لكن ركني هذا وح قالوا قالت أم صنوا قالت تاسوا كابا يوم شو رضا يكمل تاوي معنا هل كابا كنا ماضي كانتي يقيب هذه يملاه كنت على اللغة دي أيوة أنت أقصد بحاي إذا صلاة بحرتي صلاة أركانتي وحده وده ما يصير تلاقي كابا هنا صلاة أتكشرتيد وحمة بريا نعم وياي هل كوكا هلا يا مرك وقيبتي وقدم بيسو كتاب كان wixii ka soo dambeeyay waa adkaariyo waxyaala dhameystiray laakiin qodobada ugu waaweyn ee kitaabku hadlay halka ugu dambeeyay waa ma mubdilatu salati salada waxa buriya fatna 10 waa 12 abu shujaacna 10 buu sheegaa safinatu najara waxa ku soo maray dhowr 12 inuu sheegay laakiin waa naga soo tilmaano waa un ikhtilaaf lafdi ah ee macna ahaan ma ahan mid baa laga yaabaa hal rukni inuu laba qaybood ka dhigo midna laga yaabo inuu ka dhigo hal laba xabo ka dhigo midna hal xabo ka dhigo wakadalika mubdilatkuna waa sidaas الأول كان هو رأي صلاة بورية فقد شرد شردك إن لوايه وي ومن شروطها صلاة الشروط هذا كم من وين لوايه شروطها سو 12 أي نصمر لبي طبنكها عمدا ولي بكس ولو بإكراه هبال قوقس به أو سهم أما هيس مرسي أو جهل أما جاهل لما سيده سمي شرد شروط الصلاة كم من هدي لقاوايه
ama ha lagugu qasbo ama u kas ama ha u kasin ama jaahil ka ahow kulluhum waa isku mid weeye, salaadaadi waa eber weeye macno. Mithaal oo kale, istiqbaalu qiblat, qibladu la qaabilo waa salaada shuruudeeda ka mid tahay. Haddaad kas u qaabishay ka waran qiblada meel aan lahayn, taasi waaba la isku waafaqsan yahayo dabcan waa haddaad awooday inay salaadaadi eber tahay. Cawradii adoo qaawan baad tidhi salaad baan xidhanaya, kas baan u samaynaysaa. Marka shuruudda salaadda ka mid ah haddaad uga tegtay si kas ah oo ula jeeda ah, salaadaadi waa eber. Laakiin walow biikraahin buu yidhi haba lagu qasbee, leanna waxay dheheen wahuwa naadirun bay dhee, waa naadir bay dhee, waa naadirun laa xukma lahu bay dhee, aw sahwan aw jahlan. Laakiin intaa dambe waxaad moodaa inkastoo halkaas uu geliyey laakiin inay daahirka ay khilaafsan tahay baad moodaa. Waxaa laga yaabaa sidaan soo marnay istiqbaalul qiblaha oo shuruudda salaadda ka mid a qofkii inuu intuu ismoodsiiyo oo u tukado meel aan qiblada ahayn jaahil buu ka yaa sooma, ama jahligaba laba qaybood oo annagii soo marno, mid layskugu cududaaraya mid aan layskugu cududaaray, labadiiba halka wuu ku jiraan laga yaabay. Ama wuxuu u jeedaa isagu kii aan layskugu cududaarayba qofku inuu xaqa isagu ka gaabiyey oo tafriid sameeyey. Marka si kastaba ha noqotee, shuruudda salaadda haddii laga waayo meesha waa inu soo marno. Shardi waxa weeye shaygu shardiga u ahaa ama mashruudka u ahaa, haddii shardigaan la helo shaygu mashruudka u ahaa shardi maahan ama laazim maahan in la hela, wuuna imaan karaa mana imaan karo. Kaba soo qaad, salaadda waxaa shuruud u ah weesada, waad weysaysatay, idan kii shardiga ahaa waad haysaayo weese ah, laakiin laazimi mayso inaad salaad un ku tukatid. Waxaa laga yaba qof intuu iska weysayo iska baxaba, oo laga yaaba waqtiga duhurga ama salaadii waajibka aan la jooginba uu caadi iskaga weysaystayba. Marka shardiga haddaad la timaadid, shardigaani wuxuu shardiga u ahaa inuu yimaado laazim ma aha, laakiin shardigii haddii la waayo kii uu shardiga u ahaana waa la waayaya. Marka saasuu yahay. Marka 12-kan, camdan aw sahwan walow biikraan aw jahlan waa isku mid buu yidhi. Athaani, midka labaadi salaada buriya faqdu ruknin, rukn in la waayo oo min arkaaniha salaada arkaanteeda ka mid a, weliba arkaanteeda 19 ee 19-kaha camdan kas buu uga tegay arkaanta salaada qayb ka mid a. Fa in kaana sahwan buu yidhi, hadduu ismoodsiis yahay oo sahwi uga dhaco, ataa bihi wuu la imaanayaa ruknigaas uu sahwaan uga tegay, idaa dakarahu markuu soo xasuusto, walaa yuxsabo loo xisaabin mayo maa facalahu wuxuu sameeyey bacda almatruuki kii uu ka tegey ka bacdi wuxuu sameeyey loo xisaabin mayo xataa ya'tiya bihi ilaa uu kuu ka tegay uu ku saaweeyey uu la imaanayo. Tanna waa arkaanta hadda aynu soo marnay, mid ka mid ah haddii laga waayo meesha ka war. Arkaanta waxaa ka mid ah faatixada ka mid ahay, faatixada haddaad akhrin ka waran salaadiiba aad iska xiratay, suuradkaada iska bilaabatay iyo adkaar kale, faatixa maba akhrinba, adoo yaqaano awood u leh salaadaadi waa kakac wey, wakadalika rukuucdi waa kakac, wasujuuddi waa hakada. Arkaanta 19-ka soo marnay, mid ka mid a haddaad kas uga tigtay adoo awooda, salaadaadi waa kakac, waa eber. Fa in kaana sahwan laakiin, hadduu yaha ka war, haddii laakiin ismoosiis waxaaba istirabaniyo rukuucdi aa la timide sujuuddi aad adoon weliba rukuucdi la imaan. Hadhow sujuuddi markaad samaysay oo ragcadii labaad aad samaysay adoo ragcadii saddexaad ku dhex jira ayaa waxaad soo xasuusatay ragcadii koowaad inaad rukuuc ama sujuud ka tagtay ama faatixa ka tagtay ayaa soo xasuusatay. Laakiin marka hore maad ogeyn inaad la timid baad ismoodsiinaysay. Maxaa la samaynayaa markaa? Salaadii ma eberba? Maya. Waxaa lagu leeyahay kii aad ka tagtay kaba soo qaad rukuuc iyo sujuud, oo ragcadii hore aad uga tagtay baa la imaan lagu dhahaya, waa la imaanaysa. Kaba soo qaad, salaad duhur baa xiratay, ragcadii ugu koowaad ugu horreysay ayaa waxaa ka tagtay ruknigii ahaa faatixada ama rukuucda ama sujuudaad ka tagtay. Samaynaya ragcadii saddexaadna waad ku dhex jirtaa, waxa wax ka maqan yihiinna waa ragcadii koowaad. Maxaad samaynaysaa? Waxaad samaynaysaa hadday salaaddu kow kuu tahay, salaadda ka bixi mayso, dib u xiran maysidee, laakiin hadday kow kuu tahay, haddaad waxaad niyaysanaysaa inaad ragcadii koowaad ku jirtid, way soo wareegaysaa ilaa aad si fiican u dhammaystirtid sujuuddii aad ragcadii koowaad ka tagtay ama rukuucdii aad ka tagtay ragcada koowaad, kuna soo xasuusatay ragcadii labaad ama ragcadii saddexaad, haddaad salaadda kow bilaabaysaa. salaamu calaykum ilaa ki dhiimaysa ka bixi maysite, niyada waxaad ka samaynaysaa inaad rukuucdii aad ka tagtay ragcada koowaad inaa hadda aad samaynaysid. Markaa aad samaysid, lagu xisaabin mayo ragcadii aad rukuucda ka tagtay iyo meesha aad ku soo xasuusatay intii rukuuc ama intii arkaan ay u dhexaysay, lagu xisaabin mayo, hadday bilow tahay wey salaaddu. Taasi waa ragcadii koowaad oo aad rukuuc amba sujuud ka tagtay. Ragcadii labaad ama ragcadii saddexaad haddaad ka tegtay ka war, ama ragcadii saddexaad adoo ku jira waxaa soo xasuusatay ragcadii labaad inaad ka tagtay sujuuddeedii, ragcadii ka horraysa waxba aada ka tegin iyo wax dhoma isla kacayaan maya, isla kici mayaane wareeg cusub baa kuu bilaabmaya. Meeshaaad ku soo xasuusatay oo ragcadii saddexaad ahayd, xasuusadkaasna uu yahay ragcadii labaad inaad ka tagtay sujuuddii, markaas waxaa kuu bilaabmay ragcadii labaad.
تي دحدا كو جيرتي اي سجوودهدا كا تغتاي لوو خيسابين ماي وها اسكو خيرماي تي كوباد كو سخنيد اي تي ا وخ كو سخصوصتاي marka saas u jeeda ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى ياتي به قعدي اما سجودي اما ركني اد كا تغتاي وخي كدنبيي او اركان اها لوو خيسابين ماي الى كي اد كا تغتاي لا ايمانيسيد marka ka بعد لوو خيسابينيا او سي فعلو لا ايمانيس باب كان أولي رادو إن باب المتروكات وبابك أقوى هذا كتابك من هاج قيبة الصلاة مركلة جوه لأن قيبك استميت بأقوى هذا لكن هلك قيبة الصلاة فصل المتروكات وحياة متروكات لو يري قف صلاة كذي صلاة دي سين قيبك تجي سير الله كبكرة سير الله توسين كراوي أسوأ الله أرن صلاة دوي كاتبتي أسوأ الله أرن سير صلاة دي سير الله كبكراوي حلقة يا وحي كلية فقادو بل ميت كورا صدب السجود كتجي وصلاة النبات بهال السجود لي سير صلاة دي سير الله كبيا وحساب مرك marka inta ka jir balwe inta uge matruukaad baa loo yaqaan marka tiyo gaaban baa la ku sheega marka waxa weey fama baad al matruuki fawa laqwi wixii laga tagay wixii ka dambeeyay waa laqwi waxba laga soo qaadimay saas u cabiray manhaj athalithu midka saddexaad ziyadat rukun rukun in lagu ziyadiyo way la ziyadiyo min arkaani salaad arkaanteeda kamid al fiiliyata ee fiilka sida rukuucda iyo sujuuda in la ziyadiyo way aw ama saytiyanu niyati niyada in la yimaado way aw takbiirata al ihraam salaada allahu akbar lagu xiranayay in la yimaado way أو السلام أما سلامتي لو غب حي إن للي ما دام الغدهه في غير محله ماشي سمير أنا هين عمد ولا بس كسأه تنوح هو إناد زيادة سيد ركني فعلها وأركان الصلاة كاملة كما سوق الله بركو عدد الله تمين أما لبس سجود الله تمين صلاة دي وهل مير معناه صلاة دي كهل كير رقعه لبس سجود بيلا ذاك صوما هذا الأفر سجود كديك تهل كير رعكور دي زيادة كوك أنت صوما ركني فعل زيادة الله تمين صلاة دي وكابوري أما النية دي أو كو لجارة بيمشي أور زين الله تمين باوحد النية دي الله تمين مين عم بوس كيري أهين صلاة دي بس كجشي أدون نيسن مركز صلاة دحدة مريسيد باتري نيو النية دي مركز وراكتك تهدى نيسن عذور كجرتي صلاة داس هو إبرة يدنا لأن النية دي حرب كو إني صوب بلعبت وجوه رسايو عمدا أيور سكس أوان أصلا مساه فإن كان سهو لكن هدو سهوي هاي سموتسيس هدو كاغا داي او اما زادة وحكو سيادي صلاة دي غير ما ذكر وحي لصور شيغا وحانا هين ومن الاركان اركان تاس اركان تاس فعليغا كوانا هين بو صلاة دي كو سيادي عمدا كواس وليبا كسبو او سمي او سهوان اما سموتسيس لم تبضل صلاة دي سموتشبين تيو روحي هين انا صلاة دي كو سيادي سيد ركن فعلي سيد الركوع وهالكي الرقعو ee habada rukuuc la lahayd baad waxa ka dhigtay laba rukuuc ama saddex rukuuc idan waxaad ku siyaadisay oo aad ku dartay arkaan ficili ah amdi iyo kasbaan u sameysay salaadi way ka jabtay sahwi waa u sameysay taas ismoosis amdi kama ahayn sahwi ahaan bay kaaga dhacday ama waxa aad siyaadisay arkaanta ficiliga ama ehe waa arkaanti qawliga ahayd sida faatixadi iyo taxiyadki faatixadi waa saddex jir soo celiisay ba halkii ragca dhexdeedi adoo waliba taa kas u sameynaya ama sahwu u sameynaya waa isku mid salaadaadi ma jabin wey lam tabdul sidaas u jeeda arraabicu midka afraadi an yataxaraka inuu dhaqaaqo weyo ruuxu xarakatan waaxidatan hal dhaqdhaqaaq hal jeer waa inuu dhaqaaqaa taasoo weliba mufridatan oo xadgudubtay dhaqdhaqaaq badan aw thalaatha xarakaatin ama saddex dhaqdhaqaaq buu dhaqaaqay mutawaaliyaatin oo isku xigxiga camdan si kas ah u sameeyey kaana ha ahaato yacni dhaqdhaqaaqaas aw sahwan ama smoosis ahaato أو جهلا أم جهلا أو قد عضو يعني سلاة دي سوى جبتوي طيب تأفراد يا سلاة دي سوى حوي قفكي سلاة دي كتري أيابا دقاقاي ما سوء تاقنابا هالمر دقاق قاسو لكن مدحد قدوب سنة سيدو قف أن سلاة كتري مبوء صعوضيبا مساجدو بسكدح باشا علي سكدح صعوضابا وأنا سلاة دي كتري بللي أما وابو ديبا بالوثبة الفاحشة تبايدا بو تيتان فالحن سيد نيك سلاة دي كتري أيو هالمر هوي رواب بودي مالك لكو بودي ويشتاقن هذه سلاة دي ويشبطي أما سي صدح دقاق أيو دقاقاي صدح دقاق ayuu dhaqaaqay ruuxii kasna ha ahaad sahwiha ka ahaad jahli ha kaaga sugnaad intaba waa isku mid salaadaad inay yar way jabtay laana waxay idhaahdeen dhaqdhaqaaqani salaada haybadeedii ayuu jabinaya iyo nidaamkeedii talaata xarakaatin mutawaaliyatin waxay u jeedaa fuqada shaaficiyadu iyo kuwa kalaba waa dhaqaaq uu jirkaado dhan dhaqdhaqaaqayo laakiin looma jeedo far aad nuux nuuxisay iyo gacantaada oo jirkaada meel ka mid aad ku xog xogatay iyo ولو طبعا جرب دغدغات فرتاسه سلاادات مجبين في الصحي سيده نووي منهاج كوشو لكن حركاتك waxaa loo jeeda حركات marka aad sameysid jirkaado dhan u dhaqdhaqaaqayo sida socodka caadiga ah marka socodka jirkaado waa dhaqdhaqaaqayo soo ma socodka uu dareemay marka salaatu mutahaan حركات متواليه تساس u jeeda halka kula markay mariyaan waxay ku daraan xaraf wax faansinaya ama laba xaraf iyo ka badan hadaad ku hadashina ayagu hadalki ka leeyso qayb ka mid ah noo socoto salaadada iyadu way jabtaa لأنه حال ممنوعي صلاة دحية هذا
هذا اللغة مركز لعليه ووحى وحفا إيديه يقول تاكو علينيه قيب كمينا وينا السعودة. الخامس ميتك شرادي سلادة شبيان يأكل إنو روح عنتا عنوي أو يشرب أم بوحى وعبه قليلا لكن وحير وحير عنتا وعني أما وعبي عمدا سكس أيو عب وحيركا أيضا سلادة ويكا شبتي وي فإن كان لكن ساونا دوز سموتسيسي وياي أوسه المابيبا أو جهلا ومجهلك قصوك يا أموح العنين سحاران هين وعذرك واللعذ داري يعني وعذر اللعذ دارو لم تبدل كمبريسو بالقليل عنطير يا عبتانير سو صلاتك كجرادو نحسمي سوغو هلمانسان أما جهلك قصوك ياي لكن وبدل ضوحي كجبيسا بالكثير عنطبض عن دار عنطيد لابا قيبوت بكوني غيبتو راحوي هداد وحير عنطا عنطيد لما ألعبتيد أضو قص إكاتهاي يولي تشيد صلاتاتي ويكاتبتي لكن هذا هلمان كاتاي سموتسي اما ما بوجد بين عنتو حرام تاي سلطه دخدره يا عبيتان محل لو سمينيا عنتاد عنتي با لا فيرينيا هداي وحير تاي اما عبيتان كا عبته وحير ويهي وا لو عودو داريا ما كاجبيسو لكن عنت بدن هداي تاي واد كدرغتي بيي يا عبيتان جهله كغا سغنو اما سموتسي نوعاد انتو ما نوقت سلطه ويجبتي وبدلت بالكثير سداس وجيده ولذلك الرافع مركو شيخ وحي كبري سابو يري بقليل الاكل وحير افكا لغشداي سلاد كو جبري كو جبيسا مركو شيغي ايا نو وحو يري الا ان يكون ناسيا انو هل اسلماسي هي مويار لان الصون كبا ادو صومن بالي رادا انت اسلمانتي انت اسكو عنتي صون كادي وا كو جيره بالي كذلك تنوا لامي او جاهلا ام جهل بك غسقنا ان عنتو حرامته يا هادل كو سلاد دخدت نو وحو يري كاس ولو عذاري محي لكن فرق ودخايسين وا محي عنتدي يريد يا عنتدي بطنيد لانه حلي ninka cuntada badan cunaya asagoo salaad ku jira ta kaas badadku isku hoobaamin salaad ku jirin ba laana mar uu dareemi lahaa inuu salaad ku jiro maanta uu cuntu wada laakiin waxa yar laga yaaba inta yarta inay niyadiisu ka maqnayn meesha ayay ku cilayeen wakadalik hadalkana sidaas u lumay hadalkina waxay u kala qaybiyeen midka yar iyo midka badan kan yar ma jabinaysa kan badanna waa jabinaysa inkastoo shaaficiyadu qayb ka mid ah fuqadu ay taasi khilaafeeno subki oo kale laana xadiithu dhulyadeen وصعب بيد لقى جوابا مرك أي شيئين قواعد الشافعية هذا الكلام هو قياس قادني أنت بدن لأن هذا الكباب لما منوعي إنك استواجي هراء وحلالها أما وبنانا إن صلاة ده حلال لقى حطله ولذلك معاوية من حكم أي واحد يري واحد صوق على الصلاة دي ولقى كشره صلاة مرك صفقة حرتا واحد ويديكي يقول دواء أي واحد كوينا صلاة كشره صلاة إيم سيم مرة سرقة واجي هراء مرك سوقة يوحي وجاي إنه بنان ته هذا الكوبناية لكن مو وجاي إلا حرام يعني هذا مرك صلاة لقى بحاله يري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس صلاة دان أمها بونا هذا الكدتك وحكم ده إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بالغصمية زيد من أرقب نحير كنا نتكلم في الصلاة صلاة دحيدة من كوها اللي شرنا واجهه الإسلام قبلوها يكلم أحدنا الروحين وحلها اللي أخاه في حاجته دنتيس هذا هو إسرعنا صلاة والوجرة حتى نزلت هذه الآية إلى آية سو دكتور حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أذنكم يعني ساكتين فأمرنا بالسكوت أيانا الأمري ونهينا عن الكلام هذا الكينا وانا لك الرئيب كهذا الكير يهذا الكبضان قف كادو صلاة كل حسمي جاهل وكيهي وسؤقين بين حرام تهيب هذا الكو حرام يا صلاة دحذي صلاة سيشميس وكذلك وحلم إذا هذا الكي بناي هذا الكي راس قدر كيس المامي صغر والله عنتظر هالك أم بيسوق ليس ركني جهور إلا بعد أو نشوش شيء صلاة وحلا أتكت جيسد فما بعد المتروكات اللغو علماء وحيق بيان شافعيه وح أتكت جيس صلاة دحذي باصد نوعه صنو يهي يو فرل فرب بمعنى وحيش وح الصلاة دحذي أتكت جي باصد حلا قيما وقيم سما هدي صنو أتكت جي usoo noqon meesii kulay sunnadaas laakiin sujuudu sahwi baa la iimaaneysa dhaw ama rukni baa ka tagtay salaada dhexdeeda ruknigaasi wax kala bedel ka noqon mayaan sujuudu sahwiina bedel ka noqon mayso hadii waqtigu u dhaw yahay atabihi wa bana alayhi wasajada li sahwi ama sunnadu la yaudu ilayha laana sunna waxa uu yaqaanaa waxa kamida shaafiiciyadu atxiyad ka hore aday salaadu laba atxiyad leedahay sida dhuhurka atxiyadkiisa hore sunna uu yaqaanaan hadaad inta laba ragacad ku tahay salaadi dhuhur laga rabay in atxiyad u fariisatid ama iska istaagtay dhexda marka siimarisi istaage ay wax soo xasuusan in aad taxiyad kale iman soo noqon meesii wad si socon laana rukni waxaad gashay oo istaage ah sunna u soo noqon meesii hadhow laakiin sujuudu saa waa la iimaanaysa ama hay'aadka oo hay'aadka u qayaan ila 15 xabba u qanaan waa qurxinta rafciga qacma kor loo qaado takbiiratul ihraam wixii laga soo reebay allahu akbar allahu akbar ta kale kuwaas ayagana waxa uu qana hay'aadka iyo sunanka uu qanaan oo salaada qurxinaya oo kadaalka jahriga salaadaha kor loo qaado codka ama hoos loo qaado كلهم حليه صلاة أمبي وحيقوتها هي
هي أدي قرحين هذا كتك تي سجود سلام القمر أيضا لا إيمان ميس صدق هذا نوع يقيمين لكن قف قد كوش كيو سلام دم وحبات كتك تشك كا ميش راجح هو أيو راعية هدي لكن ميل ليس راجح أنا بقولك بكونتر يو كونتر وياي ميش يرب كل سيا أو آه كوا سوق صدق بك أما أفر بسكو خلافي مية سلام دل تيمين ميش هو صار لقول سيا أو صدق إنه لا يمد أيا لا سوق قالت يا أفراد يقول إيمانية سجود سهو إنه والله إيمانية هدو السادس ميت كل حاجة فعل شيء شيء إن السماي سوى الروح وسمايو ومن مفضرات الصائم الروح صومنا وحياله أفرينيه وحكم إذا يقف كي سلام دل كتر وسمايي غير الأكل عنيتان كي مركي لقى ربي والشرب عبيتان كي تاون صومر تانا سلام دل وش منيس وكسوق عندك سلام دل كتر بحاس كي سكال مضيب تسلام دل وش بتيو السابع متك تضباري قد عنية النية إن لجويوي الروح النية لجويو سلادي بات كشرتي نية وابا كشرتي كأن يوي إنه نيوذا ويروح الخروج إنه كبح من السلاد سلاد وسكب حبا سلاد إنه سكب حيوني سلاد سلاد وسكب كشرتي لحد أمر يساحة تي إنه سلاد ما سكب حديد مرة ضاس سلاد ترى سلاد واشبطي الثامن متك سديا تعليق الخروج سلاد إن لجبح منها حاجة هذا إن لوح روي أرن أن ينوي إنه نيستوي إذا جاء زيد زيد هدوي ماذا خرجت منها سلطة وكبحية تير وحياة هاي سلطة وكبحية لكن ترى حباتك حرتي وحاتري نك زيد يرى هدوي ماذا هل كان سلطة ومسك كبحية مرة ضاد صدا ترى زيد هاي ماذا ما يصي ماله سلطة دي وإبر حوا ضيت ما ضاد ترى سلطة وكبحية هذا سلطة يقول احترى حوا هات ما دام يسيمانه سلادة دي وككعوي سيف وراكسن ونيده وين أقابل سلادة ربي بحر تاعنت مركو عيار وحارون التاسع عمد سجالادي التردد إنه كنا نقضوي في قطعها إنه جوي سلادة سلادة مجويسة مسوي سكديسة مسوي سيو دتا مسوي سكد وحاس هذا نيده دوجو شكيس سدا ضيت ماشة تمين سلادة دي وإبر كان تحدث لو إنه أسود الرداء موجود تمين روح حاسي حاجة حاجة في سلادة سلادة هذا سلادة كده شرة أي حاجة خصوصا بحدي حاجة داس مركو عنا قفرتها هذا سلادة كده واحد يسمني وقاري أتراعي أم قاطعه مركم سلادة هذا السوق اللي يصير ما شرطة سوس قاري كاتكين أما ماشة هبل وسكور دافين هوشيز فتردد وحكون نيجي سكون نغطي بين قطع سلادة سلادة إنه شرة يو الخروج منها إنه كبحه يو بين تكميلها إنه صيد ما يصير أو صيوته أيان يد هذا كوع العلسي مرضى سلادة منه سلادة ويشقتوي العاشر ومتك تبنادي الشك إنه كشكي ويروح في واجب واجب ومن واجبات النية النية واجبات كذا كملة يعني أتكشك ذي إذا ضال لكن شك قادو ديروا الزمن هو وقت جيسو عرفا عرف أهان دتك سيدا ويا قنا واحد ديري واحد قابن أيا لقومي سامية أو فعل معه أما واجب أو حلا سامية لتركيسة ركن الركن أو فعليا أو فعليا أو قوليا أما قولية وحين صمر نمر كان نيسني سلادة وإنا سلادة ما جا عيدا مظهر با معصر ما وإنا كلا سارتا وإنا تعيين سا قلب جانا صو حاضر سا وحيالها سيقوى لم يدا أيا وحي كم ذيهن نيدا واجبات كده waa ka shakiira ba in iyada waajibaad kale mid ka mid ah ka shakiira hadii waqtigi uu dheeraado ama uu gaabnaado waxaan lagu miisaamayaa dadku waxay u yaqaanaan waxaana gaaban ama dheer ayaa lagu miisaamayaa ama waajibkaasi aad ka shakiiray la jirkiisa waxa la sameeyay rukni ficil ama qawli ah ayadana way jabtay oo macno laana salaadda ma xirane mar haday niyadadu jabtana salaadadu way jabtay way al-hadi ashara kan koob iyo tobnaadi qad'u rukni rukni inaad goysid way oo min arkaani hal ficiliyati arkaanteeda ficiliga ah rukni kamid inaad goysid way sida istaagi أما الركوعي لأجل سنة السنة درادت شيء سنة صلاة الحياة درادت بأوترتي ركنجي الصياكوشة وكون مثاليو كمان روحي بولم ذي روح حاسي قام استاجي الناس ينصقه المانسن كان استاجي للتشهد الأول أتحيات كهرة أيو كي استاجي الروح أنا صويس المانسن ثم عاد له حكوس النقضي أتحيات كبوس النقضي عالما أصقه أج عامدا أقصتي صلاة ويجبتوي لأنه وحيده التحيات كان هراء والسنة يده شافعي مرها ذات كي استاجت أضويس المانسن استاجينا أتقولك شيء waxa dhex gashay bay dhayn rukni ba dhex gasho oo istaagaya qiyaamka rukniga maadaaba dhex gashay ruknigan u jabin maysid sunna daraadeed ka soo tagtay oo taxiyadka ah hadaad marka intaad istaagi ka soo noqoto istaadi taxiyadku ku noqo ruknigaas aad jabisay way oo istaagaha sunnadan oo taxiyadka daraadeed adoo ku soo noqonaya ayaad u jabisay idan salaadiin way ka jabtay way maxay rasuulka kaleey salaatu wasalaam yiri taxiyadku koobad hadaad ka istaagtaan istaagaadu u dhameystirmo si fiican haw soo noqonina taxiyadka hadhow sujuud saaw ku kaba laakiin istaagaadu si fiican u dhameystiran oo meel dhow taxiyadku dhawaad maraysid wa soo noqon kartaa laakiin istaagi koran hadaad guda gashay dabarkiin oo ku kala baxay sunnadan u soo noqon miisid way